السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل مساعي أمريكية لتحريق آخر أوراقها شمال اليمن، وإلى التفاصيل. كشفت حكومة عدن اليوم السبت كواليس تحريك ملف نجد الرئيس الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. أفادت مصادر في الخارجية بأن الولايات المتحدة تسعى للمناورة بورقة أحمد علي بوجه من وصفتهم بالحوثيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمارس حاليا ضغوطا على السعودية للموافقة على رفع العقوبات عنه وتصديره إلى المشهد في اليمن باعتباره آخر الأوراق. أوضحت المصادر بأن السفير الأمريكي أجبر أعضاء الرئاسية على توقيع مذكرة لمجلس الأمن بشأن أحمد علي بمن فيهم نجل عمه طارق صالح وعيدروس الزبيدي اللذان عارضا فكرة رفع العقوبات في هذا التوقيت. وتعتقد الولايات المتحدة وفق مصادر بأن ورقة أحمد علي ستشكل ورقة طرد إضافية على صنعاء لتقديم تنازلات بشأن العمليات البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي بحكم علاقة والده السابقة بالقبائل، رغم تلقيها نصائح بعدم الرهان على نجل صالح في ظل انقسام المؤتمر الشعبي العام وتشتت الولاءات داخله. وتوقعت المصادر أن تكون ورقة أحمد علي ضمن المحاولات الأمريكية لتفجير الوضع داخلياً أو إحداث انقسام جديد بصنعاء في ظل فشلها عسكرياً بردع من تصفهم بالحوثيين واستحالة التصعيد عسكرياً من خارج الكتلة الصلبة في الشمال في ظل الالتفاف حول حركة أنصار الله في الشمال. يعني الآن كل ما يحدث في الشمال ضد أمريكا، أمريكا تقوم بعمل يعني باستغلال أوراق لها لتحقيق هدف واحد وهو إيقاف الهجمات البحرية على الملاحة الإسرائيلية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.